أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال لقائه 30 شابا من القادة البارزين أعضاء قائمة فوربس تحت سن 30 ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 على أهمية الدور الذي يؤديه الشباب في صناعة المستقبل وتصميم توجهاته وتشكيل معالمه. وقال سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يضع دائما دعم الشباب وإفساح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مقدمة الأولويات، مستشهدا سموه بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: الشباب بنات الغد، وهم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية صناعة مستقبل أفضل ومشرق لمجتمعاتهم. كما أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء الذي جرى خلال فعاليات القمة في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي إلى أن القمة العالمية للحكومات تمثل منذ انطلاقتها منصة متكاملة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم الإيجابي في كافة القطاعات الحيوية.